مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. دم الكحة لم يجف والمطلوب حلول لا عراضات. وداع فادي بجاني غدا وبيان للعائلة وأبناء البلدة يضع حدا للمزايدات. الرئيس عون المطلوب التهدئة بدل التحريض، وإذا سقط الهيكل فلن يسلم أحد. الضاحية تشيع أحمد قصاص ورصاص على سيارة وزير الدفاع. عقوبات أمريكية بريطانية كندية على سلامة، وتقرير التدقيق الجنائي صدر. الثامنة الأربعاء بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وعبر حساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. ما حصل أمس رهيب، وما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة قد يكون أكثر رعبا إذا لم يتدارك المسؤولون المسألة ولم يعتبروا مما جرى ولم يجدوا حلولا طال انتظارها على أعتاب الدول فيما هي ممكنة خلف أبواب لبنانية مغلقة لا تفتح إلا بعد تصاعد الدخان الأبيض. ما حصل أمس رهيب لأنه أعاد إلى الأذهان في ومضة واحدة مشهد بوسطة 13 نيسان التي لم تكن لتشعل حربا عام 1975 لو عولجت كل أسبابها بالعقل قبل سنوات. فهل نكرر اليوم تجارب الأمس وندفع الثمن مجددا شلالات حمراء يدوسها لاحقا متفاوضون ليصلوا إلى حلول كانت ممكنة بلا موت ولا خراب؟ شاء القضاء والقدر أن تقع حادثة الأمس في الكحالة وتطورت تداعياتها وكاد التحريض والاستثمار أن يجعلا منها مدخلا لفتنة نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي. لقد دفع لبنان مجددا من دماء شبابه، فالرحمة لروح الضحايا والعزاء لعائلاتهم. المطلوب اليوم هو التهدئة بدل التحريض ومد جسور الثقة بدل بث سموم الكراهية وانتظار نتائج التحقيق. فالهيكل إذا سقط لن يسلم أحد، خصوصا في الظروف التي تحيط بنا، وما من منقذ في الأزمات سوى الوحدة الوطنية فتمسكوا بها. هكذا كتب الرئيس العماد ميشيل عون اليوم. ما حصل أمس رهيب، خصوصا أنه جاء بعد تطورات مفاجئة في عين الحلوة وبيانات صادمة من سفارات وإثر جريمة مشبوهة في عين إبل، وعلى وقع تحريض سياسي وإعلامي غير مسبوق فيما الدم على الأرض والمسؤولية ضائعة يتقاذفها المعنيون من عسكريين ومدنيين. فماذا يمكن أن يحدث بعد حتى يولد الحل؟ في انتظار الجواب الذي لا يبدو أنه قريب، سال الدم أمس على كوع الكحالة وسقط ضحايا وشهداء. ففارق والد الزميلة جينيفر بجاني مديرة قسم الأرشيف في الأو تي في الحياة، ومن عائلة الأو تي في إلى عائلتها كل المحبة والعزاء. البداية إذن مع الكحالة، عشية وداع الشهيد فادي بجاني مباشرة مع الزميل جورج عبود. جورج يعطيك العافية، المشهد عشية هذا الوداع، أبناء الكحالة، كل التحضيرات ليوم غد، تفضل كل التفاصيل معك. الله يعافيك ريتا، لإلك ومشاهدي الأو تي في. يعني بالفعل بلدة الكحالة مسقط رأس الشهيد فادي يوسف بجاني مثل ما وصفوه أهالي البلدة يلي سقط، فداء عن أبناء الكحالة جميعا. اتشحت اليوم باللونين الأبيض والأسود، فقط الأبيض
الشرائط يلي زينت كوع الكحالة وأيضا صور فادي، بالإضافة إلى الأسود، الملابس، إلى ملابس المعزين يلي غصت فيهم كنيسة مار أنطونيوس بالبلدة. يعني منذ صباح الباكر بدأ توافد الأقارب، بدأ توافد أصدقاء فادي، بالإضافة إلى حشد كتير كبير من السياسيين من نواب ووزراء وفعاليات المنطقة والمناطق المحيطة من أجل تقديم واجب العزاء، مثل ما عم نشوف بعدسة الزميل إلي الصايغ. بتمام الساعة 7 خلص واجب العزاء، العائلة حاليا عم تتحضر من أجل إقامة الصلاة مكان وقوع الجريمة، مكان وقوع وسقوط فادي بالجانة عند كوع الكحالة، يعني على درج الكنيسة، كنيسة مار أنطونيوس، على بعد أقل من 10 أمتار من منزله. سقط فادي بالجانة مثل ما عم نشوف بعدسة الزميل، يعني الشموع يلي أضيئت انطلاقا من هيدي النقطة ولتذيل أثار دماء فادي واضحة على الأرض. يعني بتمام الساعة 8 بتنطلق هيدي الصلاة، صلاة لأهالي بلدة بلدة الكحالة عن روحه وعن نفسه. كان صدر أيضا بيان أشار، بيان صادر عن أبناء الكحالة وعائلة الشهيد فادي بالجانة. أولا وداع الشهيد رح يتم نهار الجمعة ب 11/8/2023 على الشكل التالي: عند الساعة 11 وصول الجثمان واستقباله على كوع الكحالة حيث سقط. وأيضا كان في طلب من المحبين التجمع ابتداء من الساعة 10 صباحا، ثانيا عند الساعة 4 من بعد الظهر إقامة مراسم الدفن والصلاة على راحة نفس الشهيد البطل بكنيسة مار أنطونيوس الرعائية. في ملاحظة من قبل الأهالي: نزولا عند رغبة العيلة رح تكون مراسم التشييع شعبية من دون أي مراسم بروتوكولية. وأيضا طالبت العيلة من جميع المحبين المشاركين بالتشييع عدم إطلاق الرصاص إطلاقا حفاظا على جلالة الموقف. وأيضا في طلب للقوى الأمنية من قبل الأهالي بتحويل السير عن الطريق العام والسماح فقط للمشاركين بالتشييع بالوصول إلى داخل البلدة. أيضا العائلة أشارت إلى أن كوع الكحالة له رمزية كبيرة عند أبناء البلدة خاصة ولبنان عامة، وكانت تمنت على جميع السياسيين، طلبت من الجميع سياسيين كانوا أم مواطنين عاديين توخي الدقة خلال إبداء الرأي. وأيضا طلبت من جميع وسائل الإعلام أيا يكن نوع عدم أخذ أي تصريح خلال مراسم التشييع. رابعا أن عائلة الشهيد استشكر جميع الذين تضامنوا معها، تلفت النظر إلى كل موقف يتعلق بما حصل بيصدر عنا فقط لا غير. يعني ريت نظرا لحساسية ودقة الوضع كانت العيلة حريصة منذ اللحظة الأولى على أنه تتابع أداء التفاصيل، كما طلب من جميع الإعلام بعدم الدخول إلى الصالة وعدم أخذ تصاريح السياسيين منعا للاستثمار بهيدي الحادثة. نرجع منذكر بحسب ما أجمع أهل البلدة جميعا أنه فادي سقط دفاعا عنهم، فادي سقط لما حصل فيه إطلاق نار. أكيد شفنا الفيديوهات يلي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة جورج ما بعرف إذا عم تسمعني بس نعم تفضل، إذا ممكن تتابع برسالتك لأنه صار عندنا مشكلة صغيرة بتتعلق بالصوت. بالفعل رئيسة، يعني كما شفنا وفي تشديد قبل الأهالي انه هيدا الدفن بده يكون بليق بمقام فادي يلي سقط بمنطقه الكحاله دفاعا عن الجميع. اذا بدنا نحكي شوي عن التحقيقات الاوليه، الاكيد بحسب في حادث سير عرضي، هيدا كانت بحسب كاميرات المراقبه، ايضا التحقيقات
التحقيقات الأولية. التحقيقات الأولية أيضا كانت فصيلة بعبدة بيقي والأمن الداخلي كانت بشر التحقيقات منذ ليلة الأربعاء بالكحالة، وقامت بجمع جميع الأدلة والكشف على مسرح الجريمة، وأحيل المحضر إلى مديرية المخابرات بناء على إشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لاستكمال التحقيقات. يعني تم رفع جميع مظاريف الأعيرة النارية والرصاص يلي كان لا يزال على الطريق، أيضا تم رفع البصمات، وخاصة أنه سيارة المغدور مصابة أيضا بطلقات نارية. أيضا اللي فينا نأكده ريتا أنه التحقيقات لا تزال قائمة، وفصيلة بعبدة سلمت هيدا الملف إلى عهدة مديرية المخابرات من أجل أنه يشوف لمين الملف رح يتم تسليمه. يعني نعم، شفنا امبارح اليوم قطع بالصبر، قطع بالحزن، قطع بمحبة الجميع يلي اجمعوا انه فادي كان بطل ومات بطل. تغطية إضافية تكون خلال مراسم الدفن اليوم غد مجددا من أمام كنيسة مار أنطونيو في الكحالة. نقدم تعازينا إلى زميلتنا جينيفر الجاني بوفاة والدة فادي الجاني. شكرا لك الزميل جورج عبود على هذه التغطية اليوم. الزميل جورج عبود كان استطلع نهارا النقطة التي سقط فيها الشهيد فادي بجاني. فادي بجاني سقط عند هيدي النقطة، مثل ما أثار الدماء لا تزال واضحة وظاهرة عند هيدا الحائط. كان عم بيراقب شو عم بيصير بالجهة المقابلة، كان فيه الطرف الآخر مكان ما وقعت الشاحنة أيضا، وتم إطلاق النار من المطرح اللي عم نشوفه بعدسة الزميل إلي صايغ. أيضا المفارقة نانسي، اسمحي لي شير إلى أنه مكان ما سقط فادي على مدخل منزله ما في مسافة العشر أمتار فقط، يعني فادي مثله مثل غيره نتيجة سقوط الشاحنة، نتيجة تجمع الأهالي من أجل معرفة شو صار وإسعاف الجرحى يلي سقطوا بنتيجة هيدا حادث السير يلي وقع، طلع وتجمهر مثله مثل غيره. أيضا بعدسة الزميل إلي صايغ على مدخل المنزل عم نشوف سيارة الضحية فادي بجاني، يعني بالإضافة إلى طلقات النارية يلي تلقاها بجسده أيضا عم نشوف أثار رصاص طالت سيارته. هيدي رصاصة، رصاصة تانية، الزجاج يلي تحطم بنتيجة إطلاق النار. أيضا الواجهة الأمامية، الزجاج الأمامي أيضا منصاب برصاصتين بطلقين أيضا من الرصاص. يعني اللي فينا نأكده أنه على درج كنيسة مار أنطونيوس على كوع الكحالة سقط فادي بجاني للأسف بهيدا الحادث. وفي تصريح له عبر منصة اكس تعليقا على حادث الكحالة، قال الرئيس العماد ميشيل عون: شاء القضاء والقدر أن تقع حادثة الأمس في الكحالة، وتطورت تداعياتها، وكاد التحريض والاستثمار أن يجعلا منها مدخلا لفتنة نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي. لقد دفع لبنان مجددا من دماء شبابه، فالرحمة لروح الضحايا والعزاء لعائلاتهم. المطلوب اليوم هو التهدئة بدل التحريض، ومد جسور الثقة بدل بث سموم الكراهية، وانتظار نتائج التحقيق. فالهيكل إذا سقط لن يسلم أحد، خصوصا في الظروف التي تحيط بنا، وما من منقذ في الأزمات سوى الوحدة الوطنية، فتمسكوا بها، ختم الرئيس العماد ميشيل عون. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال من جهته أن كوع الكحالة له رمزيته النضالية الكبيرة بوجداننا كلنا، وما حصل له دلالته الكبيرة بأنه في أماكن ومواقع وشعب عاصي على أي إساءة، ويدل على أهمية أن تكون المقاومة محتضنة من الشعب اللبناني، وإلا فإنها تفقد مناعتها وقوتها، وأن من يحمي ظهرها هو شعب وليس شخص. وأضاف باسيل أن أكبر دلالة على ذلك أن الوحدة
الشيعية على أهميتها لا تكفي، لأن الوحدة الوطنية تبقى أكبر وأكثر مناعة حتى تكون المقاومة والبلد بخير. باسيل أكد أن ما حصل هو الدلالة كبيرة على أهمية الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي تنظم موضوع السلاح حتى لا يشعر أحد بخطر منه في أي منطقة في لبنان، وشدد على أن الطرقات والتواصل في قلب البلد أهم بكثير من المحاور والممرات والمعابر خارجه. وختم باسيل بالقول: صدقوني هيك، رحمة بالبلد والشهداء، والله يرحم شهداء امبارح وأبو يوسف بيبقى مرفقنا، وبتبقى الكحالة وكوعة رمز العنفوان والصمود. هذا واعتبر التيار الوطني الحر أن ما حصل عند كوع بلدة الكحالة جرس إنذار للخطر المحدق بدولة تتحلل ومجتمع يتشنج، معتبرا أن أبو يوسف فادي بجاني وكل ضحية سقطت نتيجة قصور من حزب الله أو القوى الأمنية ومحاولة استغلال من المزايدين من سياسيين وإعلاميين. التيار وإذ عز أهل فادي بجاني وعموم أهالي الكحالة أعلن تضامنه معهم، معتبرا أن الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية مسؤولة عن ضبط الوضع وإجراء التحقيقات وكشف الحقيقة وأسباب التأخر في معالجة ذيول الحادثة ومحاكمة أي مرتكب ومقصر. ورفض التيار الوطني الحر كل انفعال واستغلال للحادثة المؤلمة بهدف توتير الأجواء والتسبب بفتنة يسعى إليها كثيرون في الداخل والخارج، معتبرا أن أي استغلال للأحداث طارئة كانت أو مفتعلة يدعونا كلبنانيين إلى الإسراع في حل مشاكلنا فقط بالحوار البناء والهادف، لأن أي فتنة هي بمثابة انتحار جماعي سيعمل التيار مع العقلاء على منعها. وكان المكتب السياسي لحزب الكتائب قد عقد اجتماعا استثنائيا له في الكحالة محملا الجيش اللبناني مسؤولية أساسية عما حصل، مشددا على أن التعايش مع الميليشيات المسلحة لم يعد ممكنا، كما على ضرورة حصول تغيير جذري منعا من أخذ البلد إلى المجهول. الجميل أعلن بداية مرحلة نضال وجودي وكياني داعيا أركان المعارضة إلى المشاركة فيها. يعرف الجيش اللبناني وقيادة الجيش أنه هالأسلوب بالتعاطي من قبل حزب الله وما يسمى بالميليشيا التابعة له رح توصل البلد إلى أماكن خطيرة، وإذا الجيش اللبناني ما رح يتحمل مسؤوليته بحماية اللبنانيين وبوضع حد لكل هذه الأنواع من التجاوزات بمعزل عن كل الاعتبارات الأخرى، بيكون هو كمان بدوره عم بيكون شاهد زور على ما يمكن أن يصل له البلد. مشان هيك بنعرف نحن أنه عنا ضباط شرفاء وعنا جيش بنشوف حالنا فيه، بده يعرف هذا الجيش أنه ما في يكون عم بيحمي أو عم بيغطي أو عم بيستر على تنقل السلاح والذخائر على كامل الأراضي اللبنانية، تنقل المسلحين، التهديد يلي عم يتعرضوا له اللبنانيين يوميا من قبل هؤلاء. الجيش اللبناني مسؤوليته الأولى قبل ما تكون الالتزام ببيان وزاري والالتزام بتعليمات معينة، مهمته الأولى هو الدفاع وحماية اللبنانيين. هذه الأولوية أولوية على أي شيء آخر. بطلب من كل الكتائبيين بكل الأقسام وبكل المناطق اللبنانية يعرفوا تماماً أنه حزب انتقل إلى هذه المرحلة الجديدة. نحن بنعتبر ابتداء من اليوم أنه نضالنا هو وجودي وكياني، ونضالنا لم يعد نضال سياسي تقليدي. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اعتبر من جهته أن الفتنة تغلي، مخاطبا القيادات المسيحية الوطنية والروحية بالتحذير من وجود من يدفع البلد نحو فتنة مجنونة ويعمل ضد المصالح المسيحية الإسلامية ويريد حرق البلد بمن فيه، ولا وظيفة له إلا الفتنة والدم والقطيعة والمتاريس والخراب. وشدد قبلان على السلم الأهلي أوجب على أن السلم الأهلي أوجب الواجبات، وأن حماية المسيحيين تبدأ بحماية المسلمين والعالمين
العكس صحيح، وأن لبنان بلا مقاومة خراب وفتن ومستنقع مقابر واحتلال. قبلان ركز على أن المقاومة هي ضمانة وطن لا ضمانة طائفة، وأن النيل منها هو نيل من صميم سيادة لبنان، وأن لا عدو للمقاومة إلا إسرائيل، ولا وظيفة لها إلا حماية الكيان. وأضاف أن المطلوب هو منع فتنة الأوكار وإعلام السفارات ودغائن مرتزقة الدم وباعة الوطن، وهو أمر يحتاج إلى جهد كبير من القيادات المسيحية والإسلامية، لافتا إلى أن ما يجري له ارتباط مباشر بالمشروع الأمريكي الذي يريد تدمير لبنان وتأمين مصالح تل أبيب عن طريق الفتنة. وأوضح قبلان أن تكريس الخيار الوطني والتلاقي العابر للطوائف ضرورة مطلقة لحماية البلد من الانزلاق، مشددا على القيادات المسيحية والإسلامية معنية بذلك وطنيا وأخلاقيا ودينيا وإنسانيا، وأن السكوت في اللحظة المصيرية حرام. وفي الموازاة، أحدثت إصابة سيارة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم بالرصاص بلبلة بعد تداول معلومات عن محاولة اغتياله في منطقة جسر الباشا. المكتب الإعلامي لوزير الدفاع أصدر بيانا قال فيه أنه أثناء انتقال موكب سليم من مكتبه في وزارة الدفاع ولدى وصوله إلى منطقة جسر الباشا، تعرضت السيارة التي تقله لرصاصة أصابت الزجاج الأيسر الأمامي، مشيرا إلى أن سليم لم يصب بأي أذى ولا أي من العسكريين المرافقين. بيان مكتب وزير الدفاع شدد على أن الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية تقوم بإجراء التحقيق اللازم والكشف على السيارة ومكان الحادث بالتنسيق مع القضاء العسكري المختص. يذكر أن إصابة سيارة وزير الدفاع تزامن مع إطلاق نار كثيف رافق تشييع أحمد قصاص في الضاحية الجنوبية. وإذا كان الحدث الأمني مسيطرا على المشهد المحلي، فإن حدثا من نوع آخر قد شكل إشارة إلى تطورات كبيرة. فبعد أشهر من المعلومات والتسريبات، رياض سلامي أدرج رسميا على لائحة العقوبات الأمريكية والبريطانية والكندية. ماريا يمين والتفاصيل. رياض سلامي على لائحة العقوبات الأمريكية. ليس الخبر هذه المرة مجرد شائعات، بل هو خبر دقيق أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية رسمياً بعد 10 أيام فقط على انتهاء ولايته على رأس حاكمية المركزي. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الحاكم السابق رياض سلامي، الذي يعيش حال إنكار حتى اليوم، مجدداً رفضه للاتهامات الموجهة إليه مع العقوبات الجديدة. لم تكتفي الخزانة الأمريكية بالعقوبات، بل فرضت قيودا على إجراء التحويلات المالية على كل من رياض ورجا سلامي وماريان لحويك وأنا كازاكوفا، وللمرة الأولى على نجل رياض سلامي نادي الذي ورد اسمه في التحقيقات البريطانية. والأهم أن العقوبات لم تأتي أحادية الجانب، بل كانت بالتنسيق بين الولايات المتحدة وكل من كندا وبريطانيا، اللتين فرضتا بدورهما العقوبات على سلامي ومساعديه وجمدتا الأصول للأربعة وحظرتا سفرهم. بنتيجة هذه الإجراءات، تحجز جميع ممتلكات ومصالح المدرجين على لائحة العقوبات المملوكة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين لصالح سلامي وشركائه. هذا وتحجز كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. هذه العقوبات تأتي استكمالا للتحقيقات في ملفات رياض سلامي والمقربين منه القائمة في عدد من الدول الأوروبية والأسيوية وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فرياض سلامي وفق البيانين الأمريكي والبريطاني استغل منصبه للإثراء الذاتي غير المشروع، وقام وأخيه رجا منذ نيسان 2021 على أقل تقدير بعمليات اختلاس منظمة في مصر في لبنان لمبلغ 330 مليون دولار بحسب التحقيق السويسري. إلى الأخوين سلامي انضمت ماريان لحويك عن طريق تحويل مئات الملايين من الدولارات التي تفوق راتبها في مصر في لبنان بأشواط من حسابها المصرفي إلى حسابات كل من رياض ورجا سلامي. لكن اللافت أن العقوبات على سلامي والمقربين منه لم تأتي على ذكر حزب الله كمستفيد أو مشغل لرياض سلامي، خلافا لما تم تناقله عن مصادر أمريكية خلال الفترة الماضية، مع العلم أن الإشارات إلى فرض عقوبات على رياض سلامي تظهرت في أكثر من مناسبة ورسالة وقرار، وعلى رأسها في فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الاقتصادي حسن مقلد وعلى الأخوين تادي وريمو رحمة. مفارقة أساسية
أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة البريطانية نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد ضد الأفراد المتورطين في الفساد في لبنان، بحسب ما أعلن الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط لورد أحمد. أحمد شدد على أن المملكة المتحدة ملتزمة بالنضال من أجل تحقيق العدالة والمساءلة للبنان والشعب اللبناني، مع تركيزه على أن السبيل الوحيد لوضع لبنان على مسار التعافي الاقتصادي هو أن يعمل قادته للقضاء على الفساد وتطبيق إصلاحات فعلية. البيانان أيضا شددا على عدم وجود أي ارتباط بين العقوبات على رياض سلام والمقربين منه بمصرف لبنان كمؤسسة ولا بالتراسل المصرفي مع الدول المعنية. رياض سلام إذن من مطلوب دوليا بمذكرتي توقيف فرنسية وألمانية إلى معاقب أمريكيا وبريطانيا وكنديا فيما يتعذر العثور عليه في لبنان لتبليغه بجلسة الاستماع إليه أمام الهيئة الاتهامية. بعد 3 سنوات سقطت الحماية الدولية عن سلامي، فهل تسقط الحماية السياسية عنه في لبنان تمهيدا لمحاسبته أم أنه سيبقى مجهول الإقامة؟ وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلين اسكندر تقدمت بمداعات الدولة بوجه قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرة في ملف التحقيق مع رياض سلامي أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وتبلغ القاضي أبو سمرة من محامية الدولة إفادة بذلك في الجلسة التي كانت مقررة لاستجواب رجا سلامي وماريان لحويك والتي أرجئت بنتيجة المداعات. وعلى واقع العقوبات الأمريكية على سلامي، تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم النسخة النهائية للتقرير الأولي للتدقيق الجنائي، ولفت المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال إلى إبلاغ النسخة على الفور إلى الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية بناء على طلب ميقاتي. هذا الإعلان تلا بيانا عن وزير المالية يوسف خليل أعلن فيه تسلمه النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدته شركة ألفاريز أند مارسال، وأنه رفعه مباشرة إلى مجلس الوزراء وفقا للأصول وشروط العقد. على خط آخر، باسيل يطلق من كسروان الفتوح مبادرة في قضية النزوح السوري لبقاء العامل شرط عودة عائلته إلى سوريا، مشددا على دور كبير للبلديات في هذا الشأن. برعاية الرئيس العماد ميشيل عون وحضوره وحضور رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، مؤتمر حول تداعيات النزوح السوري نظمه مجلس قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحر. وأشار خلاله الوزير باسيل إلى أن واقع النزوح في لبنان كان يفترض أن يتحسن مع انخفاض صوت المدفع في سوريا، ولكن الحقيقة أنه يسوء نتيجة ولادات وتسرب إضافي للنازحين من معابر غير شرعية، وبتنا أمام واقع اقتصادي أكبر من قدرة لبنان على تحمله. المقابل في عطل سياسي بالقرار اللبناني، قرار معطل بالكامل نتيجة رئيس حكومة تحديدا بال2001 مثل ما قال الوزير، فتح الحدود من دون ضوابط ومن دون ضوابط تنظيم النزوح بحجة النائب النفس، ولليوم بنفس السياسة ما بيقبل يعمل ضغط، بدل ما يضغط على اليو ان اتش سي ار بيضغط على الوزير يلي عم بيطالب اليو ان اتش سي ار انه يعطيهم الداتا، كله لسبب واحد انه مصالحه الشخصيه وخوفه من العقوبات وماله الخاص اهم من بلده. مشان هيك بنقول ما في يكون على راس الحكم واحد الكريدت كارد تبعيته اهم من هويته وبطاقه هويته اللبنانيه، وهيدي المشكله الكبيره يلي عم بعانيها لبنان. نتيجة هالعطل هيدا بالقرار اللبناني هو انه وجودنا مهدد بوقت العالم عم بيلغي لبنان مع ادراكه انه نتائج هيدا الشيء قد ايه كبيره، لانه هيدا انتهاك لسيادة لبنان لما حدا بده يفرض عليك امر بهالنوع، وباي حق فيها تيجي دولة او مجموعة دول تنتزع عن السوريين حقهم بالعودة لبلدهم وتنتزع منا نحن حقنا بأرضنا، بدهم يقاسمونا غصبا عنا أرضنا ومواردنا. وتوجه باسيل إلى البلديات مقدما فكرة عمل عليها التيار الوطني الحر مع حزب الله في موضوع التمييز بين العامل والنازح. فكرة بتقوم على إبقاء العمال السوريين، ومشان هيك ضرورة التمييز بين النازح والعامل، بقاؤهم بلبنان إنما رفض بقاء عائلاتهم بلبنان، وهيك تنجبر العائلة ترجع
العام اللي بيبعث لها المصاري على سوريا، وهيدا الشيء ممكن تطبيقه وممكن ينشغل من خلال البلديات، بأن البلدية لأنه كل نطاق بلدي بعرف جونية أصعب من ضيعة، بعرف وبدها جهاز وبدها شغل، بس كل بلدية قادرة بحد معين تقدر تعمل تبليغ للنازحين يجوا يتسجلوا يعملوا تعهد خطي بأنه هن بيخلوا عائلاتهم تترك وهن تيقدروا يبقوا، ويلي ما بيلتزم بهيدا الشيء بيخرج من النطاق البلدي الجغرافي. لأنه هلأ منجي على صلاحيات البلدية، بيخرج من نطاق البلد الجغرافي، وإذا بقي وقبل أنه عائلته تفل بينعطى مهلة معينة، فيها تكون 6 أشهر فيها تكون سنة، مع وزارة العمل تيصوي أوضاعه بالعمالة تكون عنده الأذونات اللازمة لحتى يكون عم يشتغل. وبعتقد بهذه الطريقة الناس كلها بتكون مستفيدة إلا يلي بده يفرض البقاء هون، وهيدا شيء بيستاهل انه نعمل فيه تجربه بالبلديات القادره، اذا مش كلها بالبلديات القادره، وخاصه انه البلديه في عندها حوافز كتير او امكانيات كتير تقدر تعملها. دور البلديات بالقانون وصلاحياتها كتير كبير. بدوره وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال إكتار حجار أشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب السورية وبدء عمليات النزوح دخل لبنان مرحلة اللعب بنسيجه الاجتماعي وتعاونت أمم في حربها ضده. لسنا بحاجة لمسؤول استقبل النازحين بالنائب النفس، وقد آثر تمييع الوقت وتلوين الحقائق لمراعاة المصالح الدولية بحجة تدوير الزوايا. فالحقيقة أن تدوير الزوايا هذا ليس خدمة إلا خدمة للمتلاعبين بمصلحة الوطن وتبديلاً لأهدافه وتشويهاً لموقعه وجماله. فهل يعتبر تشكيل وفد وزاري بعكس الأصول تحقيقاً لأهداف وطنية؟ لا دي بدأ يا شباب. أما عضو تكتل لبنان القوي نائب كسروان الفتوح ندى البستاني فعددت النقاط التي تخفف من عبء أزمة النزوح. تطبيق القانون اللبناني تجاه النازحين السوريين وتنظيم أشغالهم ونزاع صفة النزوح عن كل نازح بيدخل الأراضي السورية وبده يرجع على لبنان. ثانياً العمل على ضبط تسجيل الولادات السورية بلبنان. ثالثاً ضبط المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا ومكافحة عملية التهريب بالاتجاهين. رابعاً حماية اليد العاملة اللبنانية عبر تطبيق قانون العمل. رئيس بلدية جونة جوان حبيش أكد من جهته أن البلديات تعاني كثيراً داخلياً، وهذا الأساس، فالأوضاع ليست سهلة لا على مستوى الدولة المركزية ولا على مستوى الإدارات المحلية أي البلديات، وهذا ما يقتضي إصلاحه لنتمكن من تنفيذ أي قرارات أو أي مشروع لتنظيم عودة اللاجئين وتنظيم العمالة وغيرها من الأمور التي أثرت على النسيج اللبناني وعلى اقتصاد القرى، الاقتصادات الصغرى داخل كل قرية وكل مدينة. وهذه الأمور الأساسية التي تعاني منها القرى والبلديات بوجهها الإنساني والأمني والاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي والصحي وأخيرا التربوي والثقافي والتاريخي. كذلك كانت كلمات لمنسق لجنة البلديات في التيار روجيه باسيل لرابطة المارونية ممثلة بالعميد منير عقيقة ولأمين سر مجلس قضاء كسروان الفتوح باتريك زوين. كذلك قدمت الزميلة نانسي صعب دراسة عن مخاطر النزوح والتكلفة العالية التي يتكبدها لبنان في هذا الموضوع. في أسرار اليوم، الراعي قريبا في الجبل. توقف مراقبون عند الهجوم اللاذع من نواب الكتائب ولا سيما نديم الجميل على قائد الجيش على خلفية الربط بين حادثة الكحالة وترشيح الرئاسة. لاحظت أوساط إعلامية أن التطورات الدامية على كوع الكحالة جاءت بعد ساعات على لقاء تنسيق عقد في الدمان تحضيرا لزيارة مرتقبة للبطريرك الراعي إلى الجبل في ذكرى المصالحة اللي حصلت عام 2001.
أبرد جهات مسؤولة في التيار الوطني الحر وحزب الله حرصة على منع تفلت الأوضاع إلى ما هو أخطر، وهو ما ترجم بمروحة اتصالات داخلية قام بها الطرفان لتدارك الأمور. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في عين التينة ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، ودعا على إثره إلى جلسة تشريعية يوم الخميس في 17 آب الحالي لبحث جدول أعمال من 5 بنود. نائب رئيس المجلس الياس بوصعب لفت إلى حرص بري على أن يكون جدول أعمال الجلسة مخفضا انطلاقا من مبدأ تشريع الضرورة، وفند بوصعب أبرز بنود جدول الأعمال المتعلقة بالصندوق السيادي والعريضة النيابية لمناقشة القرار الأوروبي حول النزوح السوري، بالإضافة إلى اقتراح الكابيتال كنترول. الصندوق السيادي اللي هو حاجة ضرورية طالب فيه معظم الأفرقاء السياسيين، كل الكتل السياسية، وأهميته أنه هلأ هذا الصندوق السيادي عم بنحاول نقره قبل ما توصل للباخرة اللي هي مفترض توصل بنص الشهر الحالي، بنص شهر آب، لتبلش بعملية الحفر والتنقيب بالجنوب. إقرار هيدا القانون بيعطي أول شيء ارتياح لدى اللبنانيين، واثنين للثقة بالمجتمع الدولي. مشان هيك برأيي أنا لازم كل الأفرقاء السياسيين يدرسوا أهمية هيدا القانون والتفكير بحضور الجلسة بناء عليه. وكمان من الجلسة السابقة كان في قانون الكابيتال كنترول. بقانون الكابيتال كنترول صار على الهيئة العامة وقر، ولكن كمان قد يكون هناك فرصة للاستماع إلى الحاكمية الجديدة بمصرف لبنان. طلب الرئيس بري من الأمين العام يتواصل معهم لحتى نشوف إذا عندهم أي ملاحظة عليه أو إذا عندهم معطيات جديدة لناخذها بعين الاعتبار. وكمان أهم شيء في عريضة نيابية بموضوع النازحين السوريين مضيوع عدد من الزملاء النواب لمناقشة القرار الأوروبي بالشأن المتصل بطبيعة النازحين والموقف النيابي اللبناني حياله. في جامعة سيدة اللويزي قام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بزيارة تهنئة للرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأب إدمو رزق، ولفت باسيل في سجل التهاني إلى أمل وتجدد بانتخاب الأب رزق في الرهبنة المريمية وفي الكنيسة المارونية بما تمثل من قيم وأخلاق وبما يمكن أن يقوم به من جهد لاستمرار المسيحيين في تأدية دورهم ونشر رسالتهم في هذه الأرض وفي هذا المشرق. ودعا باسيل للأب رزق بالتوفيق في مهمته الكنسية والوطنية اللذين لا ينفصلان، وإيمانه على تخطي كل الصعاب، كما دعا له بالإلهام للقيام بالصواب. نقديا، أبدت جمعيات المصارف ارتياحها الكامل تجاه العزم الذي وجدته لدى الحاكم بالإنابة وسيم منصوري حول التزام مصرف لبنان بالتقيد الكامل بالقوانين المرعية الإجراء، لا سيما لجهة موضوع إقراض الدولة اللبنانية أو لجهة عدم المس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف والتي تعود بالنتيجة للمودعين مثلها مثل سائر ودائع المصارف في مصرف لبنان. وخلال اجتماع له عرض في مطلعه نتائج لقاء الثلاثاء بمنصوري، رحبت جمعية المصارف بحرصه على الدفع قدما باتجاه إقرار القوانين اللازمة لحل الأزمة المصرفية النظامية وفي طليعتها قانوني الكابيتال كنترول وإعادة هيكلة المصارف، مثنية على تطلعاته وأهدافه وواضعة نفسها بتصرفه بهدف التوصل إلى تحقيق الحلول العادلة والناجعة. أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في رأس الأبيض وجود 4 محاور أساسية تم العمل عليها في موضوع الحضانات، لا سيما بعد إقفال الحضانة التي تم تعنيف الأطفال فيها، ولفت إلى تدابير ستتخذ لحماية الأطفال. ب 350 تقريبا حضانة اللي بعدها عم تشتغل، نحن عم نتأكد أنه كلها قامت بتجديد الرخص، ومعنى تجديد الرخص أنه بمعنى قدمت كل المعلومات، قامت بكل الأمور اللازمة لنتأكد أنه عم يحترموا الأنظمة اللي داخل الحضانة من ناحية مين العاملين، شروط العاملين، شروط العمل بقلب الحضانة والتعامل مع الأهل وغيرها.
بالإضافة لذلك صدر تعميم من وزارة الصحة للتأكيد على بعض الأمور اللي كنا حكينا قبل، واحدة منها هي موضوع الأوبن بوليسي، بمعنى آخر السماح للأهل إنه هن يطمنوا على أولادهم بمرحلة معينة وقت الكورونا. كان هيدا الموضوع توقف، ولكن هلأ رجعنا أكدنا إنه من واجب الحاضنات إذا كان الأهل بدهم يطمنوا على أولادهم إنه هن يمكنوهم من إنه يعملوا هاي، التأكيد على موضوع استعمال كاميرات المراقبة داخل الحضانات اللي بتسمح إنه نحن نرجع لا سمح الله إذا صار في أي شيء نشوف، بس من غير طبعا ما يكون في بث مباشر اللي ممكن هيدا يعني فوتنا بأمور تتعلق بال يعني المعلومات والحماية الشخصية وغيرها. كذلك كان في قرار بأنه نحن مفروض خلال شهر آب كل الأمور المتعلقة بالتراخيص تكون انعملت، وهذا بيسمح لنا حقيقة أنه نحن نكون عندنا مسح جيد على الـ يعني على أرض الواقع. ونحن من أول أيلول حيصير في تشديد على موضوع الزيارات، وخاصة الزيارات الفجائية بعد ما وضعت آلية لهذا الموضوع، فحيصير في زيادة وتشديد على موضوع الزيارات الفجائية لهالحضانة. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في التطورات الأوكرانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن الأجهزة العسكرية الروسية أسقطت ليلة الأربعاء الخميس 11 طائرة أوكرانية مسيرة قرب شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه العاصمة الروسية موسكو. وذكرت الوزارة في بيانها تدمير طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو، بالإضافة إلى إصابة طائرتين أخريين بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات كانت في الخدمة بالقرب من إحدى المدن، وإخضاع 9 طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطيمها في البحر الأسود قبل أن تصل إلى أهدافها. وفي تطورات الانقلاب في النيجر، أعلن المجلس العسكري هناك تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرا وصفت بالتوافقية، وهي تضم وزراء اقتصاديين ومدنيين وعسكريين من بينهم 4 سيدات. ويأتي إعلان الحكومة الجديدة في نفس اليوم الذي اجتمع فيه زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في العاصمة النيجيرية لبحث الخطوات المقبلة لإعادة رئيس النيجر المحتجز إلى السلطة. هذا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلق بشأن ظروف اعتقال رئيس النيجر داعيا إلى الإفراج عنه. والختام كالعادة مع صفحة الأحوال الجوية والزميلة نيرمين إربان بشارة. مساء الخير. طقس صيفي معتدل الحرارة عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع أنه يتحول الطقس إلى حار نسبيا خاصة بالداخل اعتبارا من بكرة الجمعة. إذا جونا لبكرة قليل الغيوم، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ مثل العادة من الشمال، وعكار عم تسجل 32 درجة، طرابلس 33، العاصمة بيروت 32 درجة، وصور 33. ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 37 درجة، لقلوق 24، زحلة 36، وجزدين 32 درجة. نسبة رطوبة الساحل عم توصل لل 85%، الرياح السطحية بتتراوح سرعتها بين 10 وال 20 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للجمعة والسبت جونا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ل 33 درجة ساحلا. للأحد والتنين بتابع تأثير الكتلة الحارة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ل 34 درجة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم بذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير. وبهذا نصل إلى ختام نشرتنا. شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.